دلوقتي مشاهدينا هنروح لدينا عشان تطمنا اكتر على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا محمد، فعلا ده جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتوقع اننا مكملين في ارتفاع درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحاره على السواحل الشماليه الشرقيه. بالليل هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشماليه. دلوقتي خلونا نتعرف معاكم عن حاله الطقس بالتفصيل. ومعانا على تليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. طمنينا عن حاله الجو، لان طبعا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، وهل بالفعل احنا كده وصلنا لذروه الارتفاع النهارده؟ بالفعل هو اليوم يعتبر ذروه ارتفاعات درجات الحراره، لان اليوم درجات الحراره ترتفع عن الامس بحوالي من درجه الى درجتين، لان بالامس سجلت العظمى على القاهره الكبرى 37 درجه مئويه، اليوم متوقع تكون 38 درجة مئوية، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، بالإضافة كمان ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة خلال فترات النهار وفترات الليل، وده اللي بيخلينا نحس بالأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، فيما عدا طبعا سواحلنا الشمالية الأجواء بتكون عليها أجواء حارة فترة النهار، أما خلال فترات الليل فالأجواء بتكون معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية. بالإضافة كمان أن اليوم تكونت شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ده طبعا بسبب الرطوبة المرتفعة شوية. بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، هدوء لسرعات الرياح، تأثرنا كمان بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، عوامل كتيرة بتأدي لتشكل أو تكون الشبورة المائية، لكنها زي ما بنقول شبورة مائية خفيفة، ما بتأثرش تماما على حركة المرور، ولا يعني انخفاض طفيف جدا في الرؤية الأفقية، تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا مع الساعة 7 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشى. أيضا اليوم متوقع مع فترة المساء ودخول ساعات المغرب بإذن الله نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد، سرعات الرياح هتكون ما بين 30 ل 40 كيلومتر في الساعه، ده يعني متوقع يساعدنا على الاحساس بالاجواء المعتدله لفتره المساء بعد الاجواء شديده الحراره فترات النهار. متوقع غدا يكون في انكسار تدريجي للموجه ارتفاع درجات الحراره، لان متوقع غدا العظمى على القاهره الكبرى تكون 36 درجه مئويه، فبيبقى في انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي درجتين، مع يوم الاربعاء ان شاء الله تنخفض كمان مره اخرى وتوصل ل 35 درجه مئويه، وباقي ايام الاسبوع هنكمل اجواء حاره فتره النهار لطيفه ان شاء الله فترات. هل بالفعل في بعض المناطق في مصر درجات الحراره هتصل فيها ل 43 درجه؟ بالفعل القطاع الموجود في جنوب البلاد وتحديدا مناطق من الاقصر واسوان، محافظات جنوب البلاد بتشهد ارتفاعات اخرى ملحوظه في درجات الحراره تتجاوز فيها ال 43 درجه مئويه خلال فترات النهار، خلال فترات الليل بتكون ما بين ال 25 وال 26 درجه مئويه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتعرف معاكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 38 والصغرى 23، الإسكندرية 32 21، مطروح 28 20، سيوة 38 22، بورسعيد 30 21، دمياط 29 20، الإسماعيلية 38 22، السويس 37 22، العريش 32-22، طابة 35-21، كاترين 31-14، شرم الشيخ 38-26، الغردقة 37-26، الفيوم 38-23، بني سويف 38-23، المنيا 39-23، أسيوط 40-23، سوهاج 40-24، قنا 41-25، الأقصر 41-25، أسوان 43-26، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 35-23، واخيرا حلايب 33-24. حاولنا نطمن حضراتكم على حاله الجو النهارده، نتمنى منكم ما نتعرضش للاشعه الشمس المباشره وشرب كميات ميه كتير خلال ساعات النهار اللي فيها ارتفاع شديد في درجات الحراره. هرجع مره تانية لمحمد وجمانه عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.